في السودان حذرت منظمات الأمم المتحدة من أن الوضع على الأرض يخرج عن السيطرة، وقالت المنظمة في بيان مشترك إن الملايين من السودانيين يعانون من نقص من الغذاء، والبعض يموت بسبب نقص العناية الصحية، فيما لا يزال الكثير من القتلى مرميين في الشوارع من دون التعرف عليهم أو دفنهم. وتقدر الأمم المتحدة مقتل 4000 شخص في الاشتباكات التي اندلعت قبل 4 أشهر في القتال المستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع. ورغم الدعوات الأممية لوقف القتال، يتعقد الوضع السياسي أكثر، إذ برز اليوم انشقاق عدد من قيادة حركة العدل والمساواة المشاركة في الحكومة الحالية التي يقودها الجيش السوداني بعد انقلابه على الحكومة المدنية. وتفادت الحركة التي مركزها دارفور إعلان موقف من القتال حتى الآن، إلا أن انشقاق بعض الرجال فيها والشخصيات وما تبعه من إعفاء عدد من قياداتها اليوم تزامن مع أنباء عن انضمام بعض هؤلاء المنشقين للدعم السريع، ما يهدد بتفجر الأوضاع على الأرض أكثر من ما هو جاري الآن. قال أحمد توجد لسان أمين المفاوضات السابق في حركة العدل والمساواة في السودان، والذي أقله رئيس الحركة وزير المالية جبريل إبراهيم أمس، قال إن القرارات مستعجلة وتدل على أن رئيس الحركة يعيش في حال من التخبط، واتهم جبريل إبراهيم بأنه جزء أصيل ودعم للإسلاميين في هذه المعركة، وأنه أعلن موقفا محايدا لكنه في نفس الوقت يدير المعركة الآن مع الإسلاميين. كما وجه توجد اتهامات لجبريل بأنه بدأ يتصرف بشكل ديكتاتوري، بشكل فردي يتصرف، وهذا التصرف لا يمت للمؤسساتية بصلة، نافيا أن يكون بصدد إعلان انشقاق عن الحركة في الوقت الحالي، مضيفا بأن القرار نهائي لدى قيادات الحركة وقواعد الحركة. وتابع قائلا: أي تعطيل أو إرباك للمشهد السياسي بالضرورة يكون إرباكا لاتفاق السلام الذي ضحينا من أجله سنوات طويلة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.